صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك احمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 71 لسنه 2024 بتعيين مديرين عامين في جهاز المساحه والتسجيل العقاري وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه. يعين في جهاز المساحه والتسجيل العقاري كل من ديانا فيصل سرحان مديراً عاماً للموارد ونظم المعلومات، عمار راشد الخشرم مديراً عاماً للتسجيل العقاري